عسلامة عسلامة، مرحبا بكم في كوزين باي منو، ان شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. رجعت لكم فيديو جديد ورسالة جديدة. اليوم مش نعملوا مع بعضنا سابلي باللوز بطريقة يسر سهلة وبسيطة بمكونات موجودة في كل منزل، والبنة تعمل 66 كيف، يسر خفيف ويسر عشوش، وبالحق هذيك الكريمة مونت زادتها بنة على بنة. دونك اللي تزور القناة أول مرة نقول لها مرحبا بيك، فضلا وليس أمرا اشترك في القناة وفعل جرس باش يوصلك كل جديد، وما تنسوش باش تشجعوني بجيم وتعملوا لي كومنتير، نحل لكم هكية كعيبة ونوريه لكم قداش هكية خفيفة وحشوشة. شوفهم ما شاء الله بالحق ذوب ذوبين في الفم. دونك يلا تواكا نكتشفوا طريقة التحضير والمقادير. بالنسبة للمقادير بتاع البات سابلي مش نعملوها هي الأولى، في المرحلة الأولى عندي 150 جرام زيت نباتي، 100 جرام سكر محور، بيضة، 50 جرام زبدة تكون لينة بحرارة الغرفة، بكو خميرة مرتبات، والفرينة تقريبا ما بين 400 و450 جرام هكيكا مش نستحقوا، معناتها الفرينة حسب الحاجة احنا ونوع الفرينة واحنا وحجم البيضة اللي عندنا. اول حاجة مش نعملوها مش ناخو هذاك السكر جلاس، مش نخدمه مع الزبدة ومع الزيت، نجمو تعملو بالركاز الكهربائي ولا بالركاز اليدوي كيف كيف كيما تحبوا انتوما واللي موجود عندكم تنجموا تخدموا به. خدمتم هكية بالباهي بالركاز الكهربائي، وطويكا مش نضيف البيضة وكيف كيف مش نخلطها مع باقي المكونات. تويكا مش نزيد الفرينة وبكو الخميرة المرتبات ما يعادل 10 جرامات. اهو كالفرينة كل مرة تزيدوا بشوية بشوية وتلموا البات متاعكم حتى لين تتحصلوا على الجينة ما تكونش تتلصق وما تكونش يابسة. اهو ماذا بينا نحاولوا ان اقل كونتاكت بيدنا، معناتها بالسباتول هكايا نلمها لمين ما نعجنوهاش البات هذيا. هكا جيست المرحله الاخيره مش نحي السباتول ومش نلمها بيدي، مش نلموها لمين كما قلت لكم ديما مهما بات بالزبده تتلم لمين ما تتعجنش. هلا اهو تلمت لي، شوفوا هذه هي هكا القوام المطلوب. تويكا مش ناخو ساشي هكايا اليمونتير ومش نغطيها باش ما تشاطيش ونخليها ترتاح لو طون اللي نمروا نحضروا كريمه اللوز مع بعضنا. عندي 100 جرام لوز، 150 جرام زبده تكون لينه بحراره الغرفه، 100 جرام سكر، زوز ملاعق اكل فرينة، وزوز بيضات، وباكو سكر فاني. هذو ما هكا المكونات متاع الكريمة موند متاعنا. اول حاجة مش ناخذ هذيك الزبدة، لازمها تكون لينة بحرارة الغرفة، مش نخدمها هكا شوية مع السكر. وتويكا مش نضيف الزوز بيضات. خلطهم كيف كيف اهو كديما هكا نحاولوا بسباتول نهبطوا هذيك الجناب باش تمتزج المكونات الكل مع بعضها. وتويكا مش نضيف كيما قلت لكم زوز ملاعق اكل كبار فرينة، و100 غرام لوز مقلي بتويعه ومرحي ارطب، وملعقة صغيرة كاكاو. كمل نخلط المكونات نتاعي حتى لين نتحصلوا على كريم كريمة مونت كما قلت لكم. بالنسبة
اللوز تنجموا تعوضوه بالبفريوه، تنجموا تعوضوه بال اي نوع فيكيا تحبوها انتوما، تنجموا حتى راهو بالكاكاويه عادي جدا، راهو تنجموا تعملوا الكاكاويه كيف كيف وترحيوها بودر، وباش هكا تزيدوا تعززوا النكهه نتاعها تضيفوا لها حتى هكا شويه اروم نتاع لوز، زيدا كيف كيف تجيكم بدينه وتجيكم اون ديري باللوز. خليت البات نتاعي كما قلت لكم بعد ما ارتاحت هكا شويه، راه خليتها فوق بلون دو ترافاي، ما خليتهاش في الجدار بما انه الطقس بارد، وخذيت شويه هكايا من البات، فرشت ساشي اليمونتير من لوطا وساشي اليمونتير من الفوق، حليتها بالقلقال تكون ما تكونش خشينه برشا وما تكونش جويده برشا، وخذيت هذيك القوالب اللي مش نشكل بهم، وهذا هكا الشكل نتاع السابلي نتاعي بعد ما اتشكل. خذيت الطبق نتاعي فرشته بالتابي سيليكون، تنجمو نتوما تعملوا بابي كويسون اذا كان مش موجود عندكم، راهو عادي جدا تعملوا بابي كويسون فوق الطبق نتاعكم. هكا هو سهلة برشا، هكا كل مرة سهلة طريقة، هكا موضح كل شيء في الفيديو، حاولوا انه نبعدوا شوية الكعبات على بعضهم. اللي وصلت معي المرحلة هذه فضلا وليس أمرا ما تنسينيش في جيم، حبيت نقول مرحبا باللي نضافوا للقناة الجدد الكل، مرحبا بكم والمتتبعين متاعي القدم، هذوك ديما على عيني وراسي، محليكم ومحلى كومنتاريتكم ديما مشجعيني، إن شاء الله ربي يفضلكم الناس الكل. هكا هاو بنفس الطريقة نعود نلم البات متاعي، نعود نحلها، نعود نشكلها ونرمي في الطبق بنفس الطريقة حتى لين نكمل عفوا البات اللي عندي الكل. الفور متاعي خليته يسخن مش نطيبوهم، نار من اللوطا والفوق على 180 درجة، ما يقعدوش برشا، راهو من با 10 دقايق والسابلي متاعنا يكون حاضر. خذيت الكريمه موند نتاعي حطيتها هكايا في بوش، وتويكا مش نعدي هكايا كل على كل كعبه سابلي هكايا شويه من هذيك الكريمه موند اللي عملناها هكا بالبوش، تسهل لنا العمليه وتجينا سهله وبسيطه. ما عندكمش بوش تنجموا حتى بساشي اليمونتير هكايا تعبيو فيها وتعملوا بها هكا فوق كل كعيبة، نرمي فيها كي شوية من هذيك الكريم. عندي لهنا لوز وبفريوة ولوز إيثيلي، عندي كيف كيف جوزة، مش نزين بها هكايا كعيبات السابلي متاعي من الفوق باش يعطيو هكايا مشهد مزيان، بعدك كي يجيبو يخرجوا كيما ريتهم في أول فيديو ياسر مزياني. كعيبات الجوزة سهلة طريقة وبسيطة كما لاحظتوا، هذو ما هكا الكعيبات متاعي بعد ما كملت زينتهم بالفيكيا، توكي مش ندخلهم للفور كما قلت لكم يجيبوا من با 10 دقائق والسابلي نتاعي يحضر، شوفوا هكا نردوا بيننا هكا باش ما يحمروناش برشا، وهذه هي هكا السابلي نتاعنا حضر. نودكم ولا نشهيكم، ما نحكي لكمش على البنه، ما نحكي لكمش على الريحه، ياسر ياسر بنين، ان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعجبكم، واذا كان جربتوه ما تنسوش بشاركوني تطبيقكم على الجروب فيسبوك كوزين باي منو، بارتاجيو الوصفه بين حبايباتكم وصحيباتكم باش تعمل فائده، وفي وصفه قادمه ان شاء الله. بسلامه.